المفيد في النشاط العلمي للسنة الثانية ابتدائي. إذن الوحدة الأولى أو المحور الأول جسم الإنسان. إذن اليوم عندنا الحصة الأولى، ما دور حاسة اللمس في اكتشاف المحيط؟ إذن في الصفحة 10 من كتاب المفيد في النشاط العلمي. إذن ننتقل إلى الصفحة 10. إذن أهداف هذه الحصة، إذا العنوان ديالنا هو ما دور حاسة اللمس. إذا الحواس عندنا خمسة، اليوم غنتكلموا على حاسة الحاسة ديال اللمس المرتبطة بالجلد بطبيعة الحال. إذا أكشف عن دور حاسة اللمس في تعرف أشكال وأجسام، ثم أكشف عن دور حاسة اللمس في الإحساس بالحرارة والضغط والألم. إذا نبدأ بالملاحظة والتساؤل. إذن في هذه الصورة لدينا هذه الطفلة، يعني وضعت فوق عينيها منديلا وتحاول أن تتعرف على أشكال الأجسام التي حولها التي توجد على الطاولة. إذن باستعمال اليد، يعني بحاسة اللمس، تحاول اكتشاف هذه، هل تستطيع؟ بطبيعة الحال تستطيع، ولكن هناك بعض الأحيان يعني يصعب اكتشاف بعض الأشكال باليد باللمس، إذن في بعض المرات، ولكن معظم الأشياء يمكن أن نكتشفها باستعمال حاسة اللمس. إذن التساؤل اليوم، إذن شنو التساؤل ديال اليوم؟ هو التساؤل المطروح، ما دوره حاسة اللمس في التواصل مع المحيط الذي أعيش فيه، يعني المحيط الخارجي. إذن اليوم غادي نشوفوا الدور ديال حاسة اللمس في التواصل باش نتواصلوا مع المحيط. إذن من بين الاقتراحات التي سنقترحها بعض الأجوبة، إذن باش كتمكننا حاسة اللمس، إذن تمكننا مثلا من التعرف على أشكال الأجسام، كما هو الشأن بالنسبة للطفلة التي حاولت أن تكتشف هذه الخضر والفواكه أشكال الأجسام. إذن هذا من بين الدور ديال حاسة اللمس، ثم من دورها كذلك الشعور بمختلف الإحساسات. إذن الإحساسات اللي كاينين مثلا الشعور بالحرارة، الشعور بالبرودة، الشعور بالضغط إلى آخره. إذن هذا هو الدور ديال حاسة اللمس، يعني في الشعور بمختلف الإحساسات. إذن هذه افتراضات، ننتقل دابا باش نجزو لنتحقق من هذه الافتراضات، ونبدأ بالنشاط الأول ونجزو المناولات وأملأ الفراغ بما يلي: الحرارة، الأشكال الهندسية، الضغط، الألم. إذن في بالنسبة للصورة الأولى، هذه البنت يعني باستعمال هي وضعت منديلا على عينيها وتحاول داخل الكيس أن تكتشف هذه الأشكال. إذن هنا تتعرف على الأشكال الهندسية. ماذا نعني بالأشكال الهندسية؟ يعني مثلا غتعرف هذا مكعب، هذه كرة، هذه أسطوانة، هذا هرم، هذا مثلا متوازن مستطيل. يعني من خلال حاسة اللمس كيمكن لها تتعرف على هذا الأشكال الهندسية. إذن هذا دور حاسة اللمس، أنها تمكننا من اكتشاف ومعرفة الأشكال الهندسية. في الصورة الثانية، هذه اليد تقترب من الشمعة. بطبيعة الحال عندما تقترب اليد من الشمعة فإنها ستحس بماذا؟ هل ستحس بالضغط أم الألم أم الحرارة؟ بطبيعة الحال الحرارة. ثم في الصورة الثالثة لدينا طفل يضغط على يده بهذا اليد. إذن هنا بماذا سيشعر؟ سيشعر بالضغط، لأن هنا غادي يحس بالضغط، وشكون اللي غادي يساعده باش على أنه يتعرف على الضغط؟ هو حاسة اللمس.
وسيشعر أيضا بالألم، بالألم. إذا هذه هي مختلف، هذه الإحساسات، الشعور بالإحساسات، وهذه التعرف على أشكال الأجسام. إذا دابا غادي نحاول نستخلص هذا الشيء، ماذا سنقول؟ إذا في هذا الاستخلاص، أولا أن الجلد، هو العضو المسؤول، عن حاسة اللمس. ماذا نعني بهذه الجملة؟ يعني أنه واش فاش كنجيو نلمسو كنلمسو باللسان، أم نلمسو بعينينا، أم بأذنينا؟ لا، نلمسو بحاس بالجلد، يعني كل الجلد اللي عندنا يحيط بجسمنا فهو بطبيعة الحال يساعدنا على الإحساس. إذا الجلد هو العضو المسؤول، فاش كنتكلمو على اللمس يعني الجلد. إذا هذا بالنسبة لحاسة اللمس. ثم شنو استخلص اليوم؟ أن تمكنني، تمكننا حاسة اللمس من ماذا؟ تمكننا من التعرف على أشكال، إذا كما هو في الصورة الأولى، من التعرف على أشكال الأجسام، الهندسية، أشكال الأجسام أو الهندسية كيفما كان نوعها، يعني جميع الأجسام ليس الهندسية فقط. ثم أنه تسمح لنا حاسة اللمس أيضا، إذا تسمح، حاسة اللمس بماذا؟ بالإحساس. بماذا؟ بالحرارة، كما هو الشأن في الصورة 2، بالحرارة. ثم بالضغط، إذا ضغط علينا شي واحد مثلا على الجلد ديالنا نشعروا بالضغط، وكيمكن داك الضغط يتحول إلى ألم، ويمكن نشعروا بالألم. إذا هذا هو الاستخلاص ديال اليوم. ننتقل إلى أثبيت. السؤال: املأ الفراغ بما يناسب. إذا هذا الطفل واش في هذه الحالة مثلا طبيعة الحال يستعمل يديه، يعني يستعمل الجلد، يستعمل حاسة، اللمس. هل يتعرف على الحرارة؟ هل على الضغط؟ هل سيشعر بالألم؟ لا. إذا في هذه الحالة يتعرف الطفل على الأشكال الهندسية، وفي هذه الصورة نلاحظ هذه البنت، يعني تحس بشعور، تريد أن تبكي يعني. ففي هذه الصورة تحس الطفلة بماذا؟ بالألم، تحس بالألم، يعني تم إدايتها بشيء من، إذن هنا كتشعر بالألم. إذن هذا كل ما يتعلق بهذه الحصة، وهي الحصة الأولى من الوحدة الأولى من كتاب المفيد في النشاط العلمي للسنة الثانية ابتدائي، ما دور حاسة اللمس في اكتشاف المحيط.